أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا في طلابنا وطالباتنا في مادة مبادئ محاسبة واحد. أهلا وسهلا بكم في لجنة التعليم الإلكتروني عن بعد. إن شاء الله سنتكلم في مادة مبادئ محاسبة واحد في الفصل الرابع. سنتكلم في هذا الفصل عن الدفاتر المحاسبية. سيكون معكم إن شاء الله الدكتور محمود المصري. سنتكلم في هذا الفصل الرابع عن الدفاتر المحاسبية. المحاضرة السابقة تكلمنا في الفصل الثالث عن تسجيل العمليات المالية. قلنا أول مرحلة من مراحل شغلنا هي تحليل العمليات المالية. بدينا نحلل العملية ونعرف ما هو الجانب المدين وما هو الجانب الدائن. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تسجيل العمليات المالية وعرفنا ما هو الطرف المدين وما هو الطرف الدائن، وقلنا أنه في الجانب المدين قد يكون أكثر من حساب نسميه القيد المركب من الجانب المدين أو مركب من الجانب الدائن أو مركب من الجانبين. الآن تعلمنا وعرفنا كيف نسجل القيد المحاسبي. اليوم حنتعلم أين نسجل القيد المحاسبي. إذن تسجيل العمليات في هذا الفصل سنقوم بالتعرف على الدفاتر المحاسبية التي نقوم بتسجيلها أو تسجيل القيود المحاسبية فيها، وبالتالي في عدة أمور وعدة إجراءات في تسجيل الدفاتر المحاسبية سنتعلمها في هذا الفصل. سنتكلم عن عدة أنواع من الدفاتر. أول دفتر بنسميه دفتر اليومية العام. هذا دفتر اليومية العام بنسميه أبو الكل زي ما بيحكوا. هذا الدفتر هو يشمل جميع التسجيلات. كمان في عندي نوع تاني بنسميه دفتر الجرد. هذا الدفتر بنسميه دفتر الجرد والميزانية. في دفاتر التي نسجل فيها إجراءات الجرد وترصيد العمليات. كمان عندي دفتر صور الرسائل الصادر والوارد. هذول دفتر الصادر والوارد كل هذه إيش بنسميها؟ بنسميها دفاتر إلزامية. بنسميها إيش؟ دفاتر إلزامية. إذن النوع الأول من الدفاتر هو الدفاتر الإلزامية. دفتر يومية العام، دفتر الجرد والميزانية، وملف الصادر والوارد. كذلك بينبثق من هذه الدفاتر دفاتر أخرى بنسميها منها دفتر اليومية. هذا الدفتر دفتر اليومية بنسجل فيه جميع العمليات في دفتر اليومية. كذلك في عندي عدة دفاتر أخرى إحنا مش هنركز عليها كتير، لكن إحنا اللي بدنا نفهمه إنه في عندي دفاتر إلزامية ودفاتر غير إلزامية. وكل دولة وكل مؤسسة إلها القانون والإجراءات الإلزامية بتختلف عن المؤسسات والدول الأخرى. مثلا في الأردن بيعتبروا هذه ملفات إلزامية، لكن ممكن في دول أخرى تضيف وتعدل عليها إجراءات بسيطة جدا. كذلك في عندي دفاتر غير إلزامية. هذه الدفاتر إلها علاقة كذلك في تسجيل العمليات المالية التي تتم داخل المؤسسة. منها دفتر الأستاذ العام. هذا دفتر الأستاذ العام هو دفتر يسجل فيه جميع الحسابات كلها، يعني هذا زي ما بيقولوا أبو الكل. يتم تسجيل فيه جميع العمليات المالية التي تتم فيه. إذن قلنا في قيد محاسبي بنسجله في تسجيل العمليات المالية، التسجيل يكون في هذا الدفتر. كذلك في عندي دفتر الإيرادات والمصروفات. هذا كذلك الدفتر يتم تسجيل فيه كل العمليات المالية المتعلقة في الإيرادات والمصروفات. وعندنا النوع الثالث بنسميه الدفاتر مساعدة أخرى. إذا في إشي إضافي ممكن نسجله في هذه الدفاتر. هذا النوع الثاني من الدفاتر. عندنا النوع الثالث بنسميها دفاتر إحصائية. دفاتر إحصائية برضو هذه الدفاتر تظهر سجل الإحصاءات والتسجيلات خلال الفترة خلال فترة التسجيل. قد يكون فيها إحصاء لعدد المبيعات
نسبة المبيعات من المشتريات، نسبة المشتريات، إذن هي عملية إحصائية. إحنا حيكون تركيزنا على دفتر اليومية العام ودفتر الأستاذ العام. إحنا خلال المحاضرات هذه وخلال المادة هذه حنركز على نوعين من الدفاتر، دفتر اليومية العام ودفتر الأستاذ العام. حنتعلم كيف نسجل العمليات المالية وكيف نرحلها خلال هذه الفترة. إذن أول دفتر حنتكلم فيه هو دفتر اليومية العام. هذا الدفتر يتكون من عدة أمور. هاي دفتر اليومية العام. دفتر اليومية العام يا شباب يكون فيه التسجيل لجميع العمليات المالية في هذا الدفتر، يبقى تلقائي من حد ما نسجل العمليات بنسجلها في دفتر بنسميه دفتر اليومية العام، يعني كل يوم في يومه دفتر اليومية العام، كل يوم في يومه بنسجل العملية. طب إيش مكونات هذا الدفتر؟ عندكم موجود في صفحة 97 النموذج والشكل المعد لهذا الدفتر. أول إيش حيكون عندي المبلغ مكون منه مدين ودائن، يبقى هذه أول شغلة اللي هو إيش المبلغ، يعني المبلغ القايد، لأنه قلنا في جزء منه مدين وجزء منه دائن. كذلك بدنا نسجل البيان. إيش يعني البيان؟ يعني تفصيل القيد، يعني شراء بضاعة بقيمة كذا كذا من حساب كذا إلى حساب كذا. بعد هيك رقم القيد، القيد الرقم المتسلسل للقيد. بعدين رقم المستند، رقم المستند. بعدين رقم الدفتر في حساب الأستاذ. ثم بعد ذلك التاريخ. هذه كلها، هذا الشكل العام لمين؟ هذا الشكل العام لحساب الأستاذ. إذن هذه العملية بتتم ويتم تسجيلها في كل حساب من الحسابات. إذن هذا الشكل العام اللي احنا حنتطلع عليه. حنبدأ في حل مثال رقم واحد، حنكون دمجنا في المثال واحد استخدام القيد المحاسبي وتسجيله، بعدين حنكون تعلمنا كيف نرحل أو نسجله في دفتر الأستاذ. تعلمنا المحاضرة الفاتت أن نسجله، لكن وين نسجله؟ حنسجله في دفتر الأستاذ، دفتر اليومية العام. مثال واحد بقول في ما يلي بعض العمليات التي تمت من بيع وشراء للبضاعة في محلات الازدهار خلال شباط 2008. بقول لك في واحد منه اشترط المحلات بضاعة نقدا بقيمة 2000 دينار بموجب مستند دفع رقم 102. إذن بدنا نبدأ نسجل عملية عملية ونسجلهم في حساب مين؟ اليومية العام. إذن المرحلة الأولى هي التسجيل، المرحلة العملية الأولى هي التسجيل، ولا المرحلة الأولى في علم المحاسبة هي التحليل، لكن المرحلة العملية هي إيش؟ التسجيل. وين بدنا نسجل؟ بدنا نسجل في دفتر اليومية العام. إذن اشترت المحلات بضاعة نقدا، نيجي نقف هيك شوية صغيرة، قلنا في عندي شراء بضاعة، قال لك إيش؟ نقدا. إذن ما زال قلنا شراء بضاعة ونقدا. كلمة شراء بضاعة بتتذكر في النوتة إيش حكينا؟ شراء بضاعة يعني مشتريات. شراء بضاعة إيش يعني؟ يعني مشتريات. نقدا هي عمارة عن نقدية، دائما وأبدا البضاعة أصل ولا التزام؟ طيب نسأل السؤال بطريقة تانية، المشتريات قلنا دائما وأبدا مدين ولا دائن؟ دائما وأبدا المشتريات مدين. ونرجع للنوتة اللي حكيناها، إذن القيد تلقائي حيكون من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق. المبلغ قديش موجود عندنا؟ 2000 دينار. هيك تعلمنا احنا نسجل، بس بدل ما نسجل هيك حنسجله في وين؟ حنسجله في الدفتر. حنقول 2000 من حساب المشتريات، نيجي على الجانب الدائن 2000 إلى حساب الصندوق. يبقى العملية صارت إيش؟ هي هي، بس بدل ما سجله
في قيد منفصل بنسجله في الدفتر اللي هو مسهل لنا اياه وحاطط للمدين والدائن عشان ما نتخربطش وما يخشش المدين على الدائن، عرفنا المدين والدائن. رقم القيد بيعطيني اياه هو رقم متسلسل دائما بيكون رقم ايش؟ واحد. هذا القيد رقم واحد خلال المدة هذه. طيب رقم المستند قال لك مستند دفع رقم 102، والتاريخ كم؟ التاريخ مسجل عندنا 1 شباط. اذا هيك بنكونش عملنا القيد رقم واحد او العملية رقم واحد. صارت العملية هيك واضحة وسهلة، عرفنا كل قيد في قيده بدنا نسجله. الآن بدل ما نعمل القيد المحاسبة هكذا بنصير نسجله وين؟ في دفتر اليومية العام. نأخذ النقطة الثانية، في 4 شباط باعت المحلات بضاعة بشيك بقيمة 2500 دينار بموجب سند قبض رقم 211. يبقى ملاحظين الأولى دفع، الثانية قبض. إذا نحط النقطة الثانية بنفس الفكرة، بكون عندنا الدفتر جاهز وبنبدا ايش نعمل؟ بنبدا نقوم بعمليه التسجيل. طيب قلنا بيع بضاعه، قلنا كلمه بيع بضاعه مبيعات ولا مشتريات؟ قلنا بيع بضاعه يعني مبيعات. وقلنا دائما وابدا نرجع للنوته زي ما قلنا، المشتريات دائما مدينه، المبيعات دائما ايش؟ دائما دائنه. الطرف الثاني بموجب ايش؟ بموجب شيك يعني بنك. يبقى البنك اخذ ولا اعطى؟ هنا في حاله المبيعات احنا صارت بيع، اخذ ولا اعطى؟ اذا النقديه استلمت قيمه هذه المبيعات، يبقى اخذ. الاخذ بيكون مدين ولا دائن؟ بيكون مدين. اذا عرفنا مين الدائن ومين المدين. لو ما عرفتش هذه وعرفت بس المبيعات انها دائن، عرفنا المبيعات دائن، تلقائي الصندوق حيكون مين؟ مدين. طب نرجع نسأل السؤال تاني للمشتريات، عرفنا ان المشتريات مدين، تلقائي الصندوق حيكون ايش؟ حيكون دائن. اذا تلقائي القيد حيكون 2500 من حساب الصندوق، عفوا من حساب مين؟ من حساب ايش؟ صندوق ولا البنك تطلعوا؟ اذا من حساب البنك، لانه قال لك بشيك. وهذه دائما الطلاب اللي بيخطئوا فيها، من حساب البنك الى حساب المبيعات. المبلغ 2500. اذا سجلنا الطرف المدين والطرف الدائن. رقم القيد تلقائي القيود دائما قلنا متسلسله، قيد ورا الثاني، رقم القيد حيكون 2. طب رقم المستند نطلع سند قبض رقم ايش؟ 211. التاريخ 4 شباط. هيك بنكون احنا سجلنا القيد وفهمنا ايش طرفي القيد. اذا العمليه صارت تبدا توضح نقطه نقطه وتوضح لنا. حنكرر نفس العمليه النقطه التي تليها. في 9 منه اشترت المحلات بضاعه بشيك 1700 دينار بموجب سند دفع رقم 107. يبقى اللي بعديها شراء ايش؟ بضاعه. ونرجع نقول مازال شراء بضاعه، يبقى ايش؟ مشتريات. والمشتريات دائما ايش؟ مدينة ولا دائنة؟ والمشتريات دائما وابدا مدينة. بايش؟ بقيمة نقدا ولا على الحساب ولا بشيك؟ قال لك نقدا. اذا شراء بضاعة نقدا ولا بشيك؟ اذا بشيك. من وين؟ يبقى مازال قال لي بشيك، يبقى البنك. يبقى هذه مدينة، هذه ايش؟ دائنة. يبقى القيد صار واضح بالنسبة لنا، 1700 من حساب المشتريات إلى حساب البنك برضو 1700. القيد المتسلسل، رقم المستند قديش أعطانا إياه؟ 107. في قديش التاريخ موجود عندكم؟ في 7 ولا في 9؟ في 9 شباط. إذن صارت العملية بسيطة جدا. هنا بس فقط تسجيل العمليات بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة. حنروح على القيد اللي بعده بنفس الفكرة. في 15 منه اشترت المحلات بضاعة، إذا شراء هنا نفس الفكرة، شراء بضاعة. قال لك مازال شراء بضاعة،
يعني إيش؟ يعني مشتريات. المشتريات بتكون مدينة ولا دائنة؟ المشتريات بتكون مدينة. هذا الطرف الأول للقيد. الطرف الثاني إيش بقول؟ نقداً بقيمة 2100. إذن نقداً، إذن هذه بتكون مدينة ولا دائنة؟ دائنة. ليش؟ لأنه النقدية لما نشتري النقدية بتأخذ ولا بتعطي؟ بتدفع منها معطي. إذن المعطي إيش بكون؟ بكون دائن. يبقى عرفنا طرفين القيد. مازال قال لي شراء بضاعة، حنقول من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق، ونسجل القيد. قديش المبلغ؟ 2100. رقم القيد تلقائي رقم إيش؟ متسلسل. رقم المستند 111، والتاريخ ب15. إذا احرفنا العملية وصارت العملية هيك واضحة وسهلة بالنسبة لنا، وبالتالي التسجيل في الدفتر اليومي العام هو نفس الفكرة اللي تعلمناها، لكن بدل ما نسجل بدون دفتر أصبحنا نسجل الآن على إيش؟ على إشي اسمه دفتر اليومية العام. آخر نقطة، في 22 منه باعت المحلات بضاعة نقداً بقيمة 2400 دينار بموجب سند قبض رقم 219. يبقى نفس الفكرة حنتكلم فيها، نرجع نقول بيع بضاعة. المفروض الآن إحنا حفظنا، بدناش نضلنا نقول بيع بضاعة يعني مبيعات يعني دائنة. خلاص عرفنا إنه المبيعات تلقائي إيش؟ دائنة. المفروض تلقائي نقول القيد مباشرة من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات. المبلغ قديش؟ المبلغ 2400. هاي جزء في المدين وجزء وين؟ في الدائن. القيد المتسلسل 5، رقم السند كان 219، والتاريخ عندنا 22. إذن إحنا طالما أنه إحنا فاهمين العملية واضحة بالنسبة لنا بتصير العملية سهلة. لكن إذا أنت ضليتك مش متبع الموضوع ومش مهتم وضليتك تراكم في المادة، الآن بتبدأ تصعب المادة. يا شباب إذا فهمنا الفصل الثالث حنفهم المادة كلها هي تبعد هيك. إذا ما فهمتش الفصل الثالث مش هتفهم الرابع، مش هتفهم ولا حاجة بعد هيك. وبالتالي أهم حاجة نفهم نعمل القيد المحاسبي. إذا تعلمنا القيد المحاسبي صح بعد هيك بتصير إجراءات إدارية سهلة بالنسبة لنا. في نقطة أخيرة، في 28 منه باعت المحلات بضاعة بشيك بقيمة 1000 دينار بموجب سند قبض رقم 231. إذن بيع بضاعة بشيك. إذن قلنا بيع بضاعة يعني مبيعات، يعني المبيعات مدينة ولا دائنة؟ المبيعات دائنة. بشيك يبقى وين؟ يبقى البنك. يبقى القيد المحاسبي من حساب البنك إلى حساب المبيعات. يبقى نسجل القيد الأخير من حساب البنك إلى حساب المبيعات. المبلغ قديش عندنا؟ 1000 دينار في الجانب المدين و1000 دينار في الجانب الدائن. رقم القيد ايش حيكون؟ متسلسل رقم 6. رقم المستند 231. التاريخ عندنا في 28. طيب انا في شغله ما ركزتش عليها، هي ايش؟ دفتر الاستاذ. هنا دفتر الاستاذ بحكيناش فيه. ليش؟ لانه هذا بالحياة العملية بيظهر معنا. قال لك رقم الصفحة في دفتر الأستاذ، يعني بعد ما نسجل، وهذا بنسميها تسجيل في حساب اليومية العام. زي ما في دفتر يومية عام، في دفتر يومية لكل حساب لوحده. يعني عندي مشتريات، في دفتر يومية للمشتريات. صندوق، في دفتر يومية لمين؟ للصندوق. بنك، في دفتر يومية للبنك. مشتريات، في دفتر يومية للمشتريات. إذن هذا أمر مهم جدا. هذا بنسميه اليومية العام، يعني العام يعني بنسجل فيه كل القيود المحاسبية بغض النظر على أنو حساب فيها. هذا يعني لو بدنا نرجع لأي قيد في أي تاريخ بنروح للقيود نفسها. لكن في بعد هيك، بعد يومية العام، في دفتر اليومية أو بنسميه الأستاذ العام الخاص في كل حساب. يعني أستاذ مشتريات، أستاذ صندوق، أستاذ مبيعات، أستاذ مشتريات، أستاذ أثاث، أستاذ آلات، أستاذ
من كل حساب من الحسابات بنسميه له أستاذ خاص فيه لوحده. إذن هذه كل العمليات اللي إحنا تمت فيها. حاولنا نختاركم في القيد أولاً إنه نكون القيود كلها إيش؟ قيود بسيطة، ما تكونش قيود مركبة. حنأخذ في المثال الثاني هيكون فيه القيد مركب، نفس الفكرة مش هيتغير معانا حاجة، لكن من باب التوضيح. وبنرجع بنقول إذا استوعبتوا النقطة هذه الأمور بتبدأ تتحسن معانا. لكن إذا أنت ضليتك مصر إنه أنت تقعد تكوم، وأنا بصراحة لاحظت إنه في بعض الطلاب بتفاعلوش على الموديل، وفي بعض الطلاب ما شاهدوش الفيديوهات ولا حلوا الواجبات، وبالتالي المادة هذه يا شباب معتمدة على الفصل الجاي، وبالتالي منفعش تأجل. اللي بده يتخصص محاسبة لازم يفهم المادة هذه كويس، لأنها مبنية على إيش؟ مبنية على الجامعة كلها الأربع سنوات. إذا بدك تتخصص محاسبة مبنية على محاسبة واحد ومحاسبة اثنين، وبالتالي اهتم في المادة هذه كويس. نرجع لمثال اثنين بنفس الفكرة، حيكون عندي نفس الحاجة، هاي المبلغ وهي مدين وهي دائن. بعدين بنسجل إشي اسمه البيان، بعدين رقم القيد، بعدين رقم المستند، بعدين رقم صفحة الأستاذ، بعدين التاريخ. وبالمناسبة إذا إحنا في القيود المحاسبية في الامتحان بيكون الجدول هذا جاهز لك، منقولكش عد جدول واعمل سطر وإلى آخره، لا، بيكون في العادة بيكون القيد الشكل هذا جاهز بالنسبة لنا في عادة في الامتحانات. طيب مثال اثنين ايش بقول؟ اليك بعض العمليات المستخرجه من محلات او سجلات الشيماء التجاريه خلال شهر اذار في 2008، والمطلوب تسجيل العمليات في دفتر اليوميه العام لمحلات الشيماء. اذا حنبدا بنفس الفكره نقطه نقطه. نقطه واحد بتقول في 1 اذار زادت المحلات راس مالها بمقدار 20,000 دينار، وأودعت نصفه نقدا والباقي بشيك بموجب مستند قبض رقم 94. حنبدأ بنفس الفكرة ونشوف مين أطراف المحاسبة. تذكروا نرجع للنوتة، نوتة الملاحظات اللي قلناها، دائما وأبدا رأس المال في حالة الإضافة وفي حالة الزيادة وفي حالة بداية المشروع بيكون مدين ولا دائن؟ قلنا بيكون دائن. وبالتالي رأس المال هاي الطرف الأول للقيد، الطرف الثاني عبارة عن نقدية وبنك، صندوق وبنك، هذا زاد وهذا زاد، هذا أخذ يبقى أخذ آخذ، دائما الآخذ إيش بكون؟ مدين. ورأس المال في بداية النشاط إيش بكون؟ دائن. إذا فهمنا إنه هذا دائن تلقائي هذول حيكونوا إيش؟ مدين. يبقى هاي عرفنا طرفي القيد. رأس المال قديش زود رأس ماله؟ ب20,000 دينار، نصها نقدا، ال20,000 نصها كم؟ 10,000 نقدا و10,000 بنك. إذا عندي جانبين، جانب المدين في كم من قيد؟ في عندي طرفين للقيد. إذا هذا صار قيد مركب. القيد المركب من حساب مذكورين يبقى تلقائي، من مذكورين أول إشي حساب مين؟ حساب الصندوق وحساب البنك إلى حساب مين؟ رأس المال. رأس المال دائن بكم؟ ب20,000. الصندوق نصه مدين، 20,000 على 2 10,000، وهنا 10,000. إذن هيك عرفنا القيد المحاسبي. إذن حلينا نص المشكلة الآن، عرفنا القيد المحاسبي وعرفنا إنه قيد مركب في الجانب المدين. رقم القيد تلقائي إيش بده يكون؟ 1، اللي هو القيد رقم 1. طيب رقم مستند القبض قديش؟ رقم إيصال القبض 94. رقم الصفحة قلنا بدناش نركز عليها في 1 آذار اللي هو مارس. إذن عرفنا قيد المحاسبة هيك، وبالتالي صارت العملية بدأت توضح معانا.
وبالتالي بس احنا الاضافه في الفصل هذا هي الدفاتر فقط، الاضافه الجديده، لانه احنا بس كنا نسجل وتعلمنا في الفصل اللي فات تسجيل القيود. الاضافه الوحيده اللي ضفناها انه بدنا نسجلهم على شيء اسمه دفتر. طيب النقطه اللي بعديها، في خمسه منه دفعت المحلات ايجارها السنوي البالغ 1200 دينار نقدا بموجب سنه دفع رقم 61. طيب بتتذكروا قلنا الايجار يعني مصروف، مصروف ايجار، قلنا دائما وابدا مصروف الايجار مدين ولا دائن؟ ارجع للنوتة، لا وهيني كل مرة بذكركم فيها، قلنا مصروف الإيجار دائما إيش؟ دائما مدين. دفع الإيجار نقدا ولا بشي؟ قال بموجب نقدا بموجب سنة دفع رقم 61، إذن قال لي نقدا. طب لما ندفع أجار يا شباب، لما ندفع أجار الصندوق بيأخذ ولا بيعطي؟ بيعطي قيمة الأجار، إذن صار الصندوق معطي. قلنا من حد ما يكون معطي إيش بكون؟ بكون دائن. إذا عندما تكون معطيا بتكون دائن. إذا فهمنا إنه القيد المحاسبي الطرف المدين الإيجار والطرف الدائن مين؟ الصندوق. إذا حنعد القيد المحاسبي من حساب مصروف في الإيجار إلى حساب مين؟ الصندوق. بنسجل في الجانب المدين قيمة الإيجار، قد يجي قيمة الإيجار؟ 1200 في الجانب المدين و 1200 بالجانب الدائن. ملاحظين إنه هنا إيش؟ بنسيبها فاضية لأنه بتتبع فش فيها جانب. رقم القيد 2، رقم المستند قديش معطينا إياه؟ 61، والتاريخ في 5 آذار. إذن هيك صار عندي القيد المحاسبي جاهز وواضح بالنسبة لنا. ملاحظين أنه صارت العملية سهلة والعملية واضحة. النقطة اللي بعديها، في 8 منه باعت المحلات بضاعة بقيمتها 2000 دينار نقدا والباقي على الحساب لمؤسسة النهضة، وذلك بموجب سند قبض رقم 97 ومستند قيد رقم 57. إذن هذه صارت عندي عملية مبيعات. طيب نرجع نقول المبيعات دائما مدين ولا دائن؟ دائما دائن. خلصنا منها، بعنا البضاعة بقيمة كم؟ قيمة 2000 دينار نصفها نقدا، يبقى صندوق نصفها نقدا، الألفين نصها كم؟ 1000. بعنا البضاعة ب2000 نصفها نقدا والباقي على الحساب، يبقى على الحساب. طب مين على الحساب؟ مازال قال لي مبيعات. طب لمين بعنا؟ قال لك لمؤسسة مين؟ على الحساب مؤسسة النهضة. يبقى تلقائي الصندوق مدين ولا دائن؟ مدين، لأنه أخذ، وهنا لازم يكون مدين. مين المدين؟ مؤسسة مين؟ النهضة. ليش قلنا مدين؟ لأنه إحنا بعناها. يعني لما أنا أبيع واحد وما يعطينيش قيمة النقدية اللي أنا بدي إياها أو قيمة فلوسي، يبقى هو مدين بالنسبة إلي. من وجهة نظري هو مدين، من وجهة نظري هو مدين، من وجهة نظر هو إنه أنا دائن. خلينا أنا بحكي محاسب وجهة نظر مين؟ محلات الشيماء. إذن الشيماء باعت النهضة وما سدت النص، إذا هي مدينة. إذا عرفنا إنه الجانب المدين فيها كم من قيد يا شباب؟ في قيدين. الجانب الدائن في قيد واحد، يبقى حيكون مركب من الطرف المدين، يبقى من مذكورين حساب الصندوق، حساب محلات الشيماء النهضة عفوا، بين قوسين إيش؟ مدينون، إلى حساب مين؟ المبيعات. كل المبيعات قديش؟ كل المبيعات 2000، 1000 منهم صندوق و1000 ايش؟ دين على محلات النهضة. رقم القيد بده يكون 3. رقم المستند قديش معطينا اياه؟ 97، والتاريخ 8 اذر. يبقى صارت العملية بالنسبة لنا بدأت توضح نقطة نقطة، وبالتالي إذا أنا فهمت أحلل بعرف أسجل، ما فهمتش أحلل مش هعرف أسجل. وإحنا بنرجع بنقول لازم تفهم التحليل مظبوط وتركز في فهمنا لتحليل العملية. النقطة اللي بعديها، في 12 منه اشترت المحلات أثاث بقيمة 700 دينار بموجب شيك ومستند دفع رقم 94. إذن
قلنا من حد ما قلنا شراء أثاث، الأثاث أصل ولا التزام؟ الأثاث أصل، وقلنا دائما وأبدا عند شراء أي أصل من الأصول بكون مدين ولا دائن؟ شراء أي أصل من الأصول بكون مدين، يبقى الأثاث مدين. الطرف اللي بعده قال لك بموجب شيك، طيب البنك دفع، ها يبقى بنك، البنك أخذ ولا أعطى؟ معطي، مازال البنك معطي يبقى إيش؟ دائن. يبقى عرفنا طرفي القيد، يبقى تلقائي بنسجل القيد من حساب الأثاث إلى حساب مين؟ قال لك بشيك، يبقى إلى حساب مين؟ إلى حساب البنك. المبلغ قديش شرينا الأثاث؟ ب700 دينار في الجانب المدين و700 في الجانب الدائن. رقم القيد 4، رقم المستند قديش؟ 64، والتاريخ 12. إذن العملية بدأت توضح بالنسبة لنا، ونرجع نقول إذا أنت بديت تفهم إيش يعني مدين وإيش يعني دائن، متى بكون مدين ومتى بكون دائن، وبالتالي نرجع دائما لنقطة الملاحظات اللي تكلمنا عليها في أكثر من مرة. طيب آخر نقطة في 17 منه، اشترت المحلات بضاعة قيمتها 2700 دينار من محلات الوفاء، يبقى شراء بضاعة، من حد ما نقول شراء بضاعة يبقى إيش؟ مشتريات من محلات الوفاء، دفعت منها 1000 بشيك والباقي على الحساب بموجب مستند دفع رقم 67 وقيد 59. إذن صار عندي شراء بضاعة، من حد ما قلنا نرجع نضلنا نعيد، شراء بضاعة يعني مشتريات، والمشتريات يعني مدين. هاي خلصنا الجانب المدين، شراء بضاعة يعني مدين. مين الطرفين؟ قال لك قلها 2700 دفعت منها 1000 بشيك يبقى بنك، قال لك 1000 بشيك. طيب البنك هنا لما نشتري بضاعة أخذ ولا أعطى؟ البنك معطي، يبقى بده يكون دائن. طيب كل المشتريات أكم قيمتها؟ 2700، دفعنا منها 1000، قديش ضل؟ 1700. إذن لمحلات مين؟ مين من مين شرينا؟ محلات مين؟ الوفاء. إذن عرفنا هاي، هذا جانب الدائن وهذا مين؟ جانب المدين. إذن معروف شرى من محلات الوفاء ب 2700، دفعنا لها 1000، قديش ضل بدها؟ ضل بدها، ها يبقى دائنة، يبقى كم؟ ب 1700. يبقى القيد من حساب المشتريات الى مذكورين، واحد اللي هو مين؟ حساب البنك، والثاني حساب محلات الوفاء. المشتريات يبقى كم؟ ب 2700، دفعنا منها 1000، متبقي 1700. رقم القيد 5، رقم المستند قديش معطينا اياه؟ 67، والتاريخ في 17 منه. هكذا بنكون خلصنا هذا الجزء من تسجيل الدفاتر المحاسبية. المرحلة اللي بعديها حنتكلم في دفتر الأستاذ العام، يعني حنيجي نشتغل على كل حساب من هذه الحسابات. يعطيكم العافية، ونشوفكم المحاضرة الجاية.